رأس البسيط مصيف ومنتجع ساحلي في سوريا يعد من أجمل شواطئ البحر المتوسط ويبعد عن مدينة اللاذقية بحدود 60 كيلومتراً. المنطقة عبارة عن جرف ساحلي واسع نصف دائري تحيط به الجبال العالية وتغطي المنطقة بالكامل الغابات من قمم الجبال حتى الشواطئ. المنطقة تتمتع بجمال وطبيعة ساحرة. يوجد مجموعة من الشاليهات والفنادق والشواطئ المجهزة ومجموعة من المخيمات داخل الغابات الرائعة وأشجار السنديان والصنوبر الباسقة. المياه عادة ما تكون هادئة في هذه الشواطئ، وهي تصلح للتزلج على الماء وللزوارق والنشاطات البحرية. في الطريق المنطلق من مدينة اللاذقية باتجاه مصيف ومنتجع رأس البسيط على البحر المتوسط، رحلة من رحلات الأساطير ومتعة بحد ذاتها على امتداد الطريق عبر الجبال الساحلية السورية.